كاتب الدولة للأمن الوطني، السيد المدير العام للأمن الوطني، السيد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، السيد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، السيدات والسادة المديرون العامون، السادة الإطارات الجهوية والمحلية، حضرات الضيوف الكرام، سعيد جدا بحضوري معكم في هذا اليوم في صرح المدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن الوطني بسيدي سعد، للمشاركة في الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من حفاظ الأمن، أبناء تونس العزيزة الذين تسلحوا بروح الوطنية العالية وتلقوا من العلوم والمعارف ما يخولهم مباشرة العمل بهياكل وزارة الداخلية في نطاق احترام سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن والذود عن رايته التي ستظل عاليا دائما. السيدات والسادة الكرام، بهذه المناسبة أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في تنفيذ برنامج التكوين الأساسي لحفاظ الأمن الدورة 45 من هياكل مركزية جهوية ومحلية، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل إنجاح المهام الأمنية الموكولة لمختلف الحلقات بما يضمن خدمة المواطن وإنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الإنسان وترسيخ دعائم استقرار الوطن وحمايته من كل مخاطر والتهديدات. السيدات والسادة الحضور، مما لا شك فيه أن الإدارة العامة للتكوين بالأمن الوطني لم تدخر جهدا في إكساب التلامذة حفاظ الأمن الكفايات الضرورية لتأهيلهم لأداء مهامهم المستقبلية في جميع الاختصاصات بكل حرفية وبكل اقتدار، خاصة وأن تكوينهم راوح بين الجوانب النظرية والتطبيقية والعملياتية، حيث شهدت منظومة التكوين نقلة نوعية على مستوى البرامج والكفاءات البشرية التي تدير العملية التكوينية، وهو ما وضع في أولويات برامجنا الإصلاحية تطوير قدرات منتسبي الوزارة بما يضمن جودة الأداء الميداني وينعكس إيجابيا على علاقة رجل الأمن بالمواطن. وفي هذا الصدد نتوجه بكل الشكر وبكل الامتنان إلى الهياكل التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة، وعلى رأسهم منتسبي الإدارة العامة للتكوين بالأمن الوطني. أيها السيدات والسادة، لا يمكن أن نفوت هذه المناسبة دون الترحم على شهداء المؤسسة الأمنية الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن العزيز، كما نترحم على فقيدي الدورة 45 حفاظ الأمن اللذان توفتهما المنية، ونجدد تعازينا الحارة لأهليهما. أبنائي وبناتي حفاظ الأمن بالدورة 45، بتلقيكم لتكوين شامل طيلة 9 أشهر، نحن متيقنون بأنكم اكتسبتم من الوطنية العالية والانتماء والولاء للوطن ما لا يدعو للشك بأنكم ستكونون أبطالا للدفاع عنه والذود عن رايته، كما لن تتوانوا في إنفاذ القانون
في نطاق احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما سيعزز ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية ويحلي تدخلكم بأخلاقيات العمل الأمني النبيلة وقيمه السامرة. في الختام أتمنى لكم النجاح وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم، واحرصوا على أن تكونوا مثالا يحتذى به عملا وسلوكا. وفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.